القلب يطق يطق القلب يطق يطق القلب دقات مليانة حب دقات مليانة حب دقت شوق ودقت غير دقت عاشق في حيرة دقت شوق ودقت غيرة دق ليه ودق الغيرة كل مرة نلقاه في درب كل مرة نلقاه في درب السيارة أخويتي علاش؟ ناخذ معاهم سيلفي مسكين يدف السيارة بروحه والله يتحشمت يا عبدي ننزل نساعده صراحة وما داير في روحه هو الشر والعنطرة والله وجعتيني يا وداد مانيش عارف كيف متحمل العيشة معاه الله غالب مازال الماء والملح شادني كيف حر يحاب في أرغد عيش الحمد لله وقتها عاد في عيد ميلادها باش نغير لها السيارة بتاعها لأن قالت تبي سيارة عالية ومش هيك بس اشتركت في نادي الفروسية قالت تبي تتعلم ترهد على الخيل علاش لا؟ أعطاها ربي العفو ما عادش لقيت مدين
ما هي عندي تمت برنامج الرياضة وقالت لك وزني تعدل. ما شاء الله الشهادة لله يا نسيبي يا بحي انك مدللها ببيتي ما زال يدفنها بالحياة بين اربع حيطان. اللي نعرف انا عمتي الحاجة الراجل اللي ما يقدرش يدلل زوجته ويفرحها مش لازم يتزوج يقعد ينكد على بنوية الناس. والله ايش رايك يا وداد؟ ايه صدقت حياتي معاه انكد في انكد ومشاكل وما باش يفهمني. شكلك لان ديما حق لان النصيحه في قلب تهديد. حق يا ماما زي ما قلت لك في بنيه في الفرقه حاطه عينها عليك. زعما يديرها يديرها بعد 20 سنه. لا 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 يحب رغم المشاكل اللي بيننا. يا ودي الرجاله كلهم خايبين وعندهم سال والواه الواه نمشي بعيد. جربنا فاض رجلها تجوز عليها بعد 30 سنه جواز وهو جنت عمره فوق 50. ايه الرجاله مهبله. يا هلك يا خيره عشني قريب جبت لي شرط العفو. تي وين سهر حضير؟ معقولة بعداك محمود وزير العمل وزير الصناعة وزير السياحة أكثر واحد يبني في ليبيا وسهر حال حرام عليك. كي لا يقول وقت علي يبيني لا فيها استاذ شوية لأن الوداد لا أجرت الاستراحة اللي في تجورة ب500 دينار ومازال نتاع سيدي بنور ما تأجرتش وقاعد يا حاجة ندور في قطاع طرد هيك 2000 متر 3000 متر بندير عليها استراحات كلها ماذا بيا تكون قريبة من البحر في جنزور. آسف آسف جدا أستاذ سعيد السيارة زي كل مرة دارتها فيا. قسما بالله السيارة هذه يوم اللي مات بنطلق فيها النار ريحك منها وتريح. لا 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 ولات كويسة ولو فيها حاجة والله نوعدك بعون الله نضلها من الصبح نعدلها. تو مرة اغسل يديك استعدوا يا شباب بروفة على اللوحة الأولى. صوت استعد موسيقى إضاءة استعد استعدوا يا شباب كلكم. أنا قلت لك خدمت لولده في محل النقلات بتاع طريق الشطة هذا واحد صديق صاحبي إن شاء الله ما يحشمنيش معه وأنا جهدي معه ما عندي مديله أكثر منك. بارك الله فيك. بالله يا وزارة العمل معلش الحاجة والله من الصبح راسها منفوخة. حاضر أنا مروح بس لبيك شوية يا ودي. لا 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 والله ماني فاضي من الأخيرة فكني. طيب تلعب تعرفي حاجة يا ودي قلنا لك ياسر يا أخوي راسها منفوخة يديك ربي خلاص يا راجل.
أيوة شم فيه يا ودي يا وداد؟ معقولة الكلام تقولي فيه؟ دي بعد 10 سنين هذه كلها تقولي لي أنا يا هو؟ لا 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 يا وداد نطهي بتعلمينيش فيه. أنا نعرفه كويس والله إلا راجل طيب وراجل مساوي. عارفك ما تحبيش الكلام هو، لكن والله إلا راجل طيب وكويس ولا ما تقصريه. هاي بالله عليك وخيتي نيرا وعندي خدمة تو نتكلموا بعدين. هاي بالسلام بالسلام. مساء الخير يا هانم. مساء الخير ماما. مامتي حلوة روحت استحشتك هلبة هلبة. نور الحاج النور نورك. خيركم مستغربين شنو مش حوشي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تو هذا كلام شيء مش معقول. هي تقول بعد ما أعطاني تريحة نباش البور لزني ولوح لي حواجي في الشارع قدام الله وخلقه، هو يقول روحت لقيت شنطية قدام الباب وعليهم ورقة مكتوب فيها شنطيك والكياس، دور فندق وقعد فيه، الشقة من حق الزوجة. مش عارف خير هالناس شنجاها لا عاد رحمة. قولها بأكثر أسف ومرارة. مش عارف خير هالناس شنجاها لا عاد حن ولا رحمة، ما عاد حط طايق حد. يا رب لطف. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ إبراهيم والأخت فتحية على ما أظن. أنا هي فتحية. أنا طلعت على ملفكم وعندي إحساس إن نقدر نتفاهم. شو رأيكم نحط الملف على جنب ونحاول نوصل لحل؟ تفضل أستاذ إبراهيم احكي. بارك الله فيك. بصراحة أنا نعرف على شو هو الأول. البين عليك متحيز ومتعصب لجنسك، مدام من أولها هيك أنا منسحبة. غير راجي يا أختي، أنا قلت على حسن نية. معلش يا أستاذ إبراهيم خليها تبدأ. لا ما تبداش، أنا الراجل وأنا اللي نبدأ الأول. ياسر عيانة منها الدسكة المخبشة، كل شيء سيطرتوا عليه بحجة أنكم رجالة منصبين روحكم لتو السادة ووحني العبيد. فيك عصر الجواري انقرض، ما عادش فيها راجل ومرأة، متساويين في الحقوق والواجبات. اسمع لو ما نبداش أنا الأولى بالروح. باهي شو رأيكم نديروا قرعة؟ قرعة أنا موافق. وأنا موافقة. أعتقد هذه أول مرة تتفقوا على حاجة. لكن في حاجة لازم هي تديرها. شن هي؟ لازم توقع وتبصم على إن هي ما ترجعش في كلامها. وعلاش؟ لأنها تقول في كلام الصبح وتتراجع فيه في الليل. كلمتي واحدة حرام عليك. خلونا في القرعة. أهو كتبت اسم كل واحد في ورقة والاسم اللي اختاره واحد من الجمهور هو اللي يبدأ. متفقين؟ توكل على ربي. تمام كويس موافقين. غدوة بنكملوا بقية اللوحة. تمام. لطفي. نعم. اي عذر غير مقبول. بعون الله بعون الله غدوة تلقاني قدام الباب قبل الموعد ان شاء الله. تمام. لكن في حاجه اللوحه الثانيه بدايه الدخل بتاعنا احنا مشكله مع التسكين. ما تحاولش يا بابا، اليوم مرام كان ادائها احسن من يا بنتي. ما زال الوقت المسرحيه قاعده بدايتها، سوى لما نحفظ تشوفي الاداء. جديات يا بابا، انا الحاج بحس فيه ان المسرح استاذ شعور.
المسرح يا بنتي يتكون فيه الممثل، والممثل اللي ينجح في المسرح ينجح في السينما والتلفزيون، وهذا علاش يقولوا عليه ولد مسرح زي بوك. يعني تكوينه مسرحي، بس نهاية البروفا اليوم مليح. يا معنى انت تلمحي تبي حتى غضوة تمشي معي للبروفا؟ ايه بلعلك يا بابا. يلا ندوروا مناكل وجوعنا. هيا مقروضه بس نقعد نراقب فيك زي العيل الصغير. راك عندك السكر بتضر روحك. تمام قريد انت رافع صينيه كامله. نحي 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 مرقص ليديك. انت مستحيل الوحده تعيش معاك، كلك عقد. وتوكلي شن دراجي؟ عود بالله من صباحك دكتوراه في الهم والمشاكل. رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. يا شينك بخت انت الهم والغم، والعيشه معاك تقصر العمر. اني العيشه معايا تقصر العمر؟ باهي اني ماشيه. اقعد فيها. اتوكلي ومعاش ترجعي وخلي عندك كرامه. مشية الفرخ من عشة ده، حتى قهوتك بعد فيها بنو. لا مش شطار. اسمعني يا هشام اسمعني، انا يعني روحياتي معاها معاش طاقه بصراحه. تعبتني كل يوم مشكله، كل يوم مشكله. سبحان الله يعني. يا لطفي توا اول يوم يديرها ولا ثاني يوم يديرها عادي؟ يا راجل انتم ليكم 20 سنه وانتم هيك توا، كيف عرفتها يا راجل؟ كيف ربي؟ المشكلة إن هي ما تبيش تقتنع، ما تبيش تسمع الكلام. كل ما نكلمها الله يهديك يا وداد، أفهمي يا وداد، مش عارف شنو يا وداد، شيء ما فيش فائدة. أنا جديت عندي رغبة اللي بنطلق. سمحت أنت صاحبي لكن اللي بنطلق. يا ودي لا، يا ودي لا، مش للدرجة هذه. تدوى يا رفلي نسوين ما تعرفهم، أنت معروفين بالنقان يا راجل. أنا ما بيش نتجوز على خاطر نقان نسوين. طيب حل واحد نديروه، أنك أنت تكفل بالموضوع، أنت تنهيلي مشاكلها معي. يا ودي تمام، تو نشوفوا شنو الموضوع ونشوفوها عشان تبي. وانت استهدى بالله يا رتي، عندكم بنية يا راجل، عندكم بنية على باب زواج يهديك ربي. خيرك يا رتي. خلاص ما الموضوع في ذلك انت. تمام هاي مش نعطل عليك. تمام. هل ما زلتي تكرهين عثمان؟ ضروري نتطلق يا ابوي. تمشي للمحكمة وتوكل لي محامي. باي حاضر. ايوه حاضر. اني ما عادش قادر نعيش معاه. عندك الحق صح. بيقتلني قبل وقتي خيرني من دون نسوي المقهورة. لا عمري سافرت ولا درت ذهب، حتى اللبس مش زي الناس. عيشة القهرة اللي عايشتها معاه. اختي رحاب عايشة أميرة واني خيرني. استغفر الله، استغفر الله والحمد لله على الانتبيه. باهي ياسرك صدعتينا راهو. خلينا نفرج على هاي المسلسل. مسلسل حافظينا توا يا ماما يومين والتالت لقاك ماشية تجري. ما
مستحيل يا ابوي نرجع لها. نبيك تمشي للمحكمة وتوكلني محامي تربح يا ابوي. باهي حاضر حاضر. وصدقني هذا اخر كلامي. اخر كلام؟ ايه خلاص حاضر. كون وكله وزيد بيبسي فوق منها. لبس عليك لبس عليك. تفضلي. صلاية وسبحة وشوية بخور وقطعة قماش جايبينهم لي من السعودية. صلي على النبي. وشوية موز وتفاح وطريف لحم هبرة بل جاية نيتي في مكرونة بالبصلة. من عويناتي طيب هالك يا غالي يا نسيبي الباهي انت. أنا راني نبي نتغدى عندكم. رحاب في المزين. مرحبتين بيك الحشحش. أيوة. تفضل سلم جياب وعليك الله. مرحبتين بيك. الله يسلمك. شن حالك؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك يا وداع. انا عمية قهوة نسيبي الباهي بالزهر نبيها. حاضر يا مرحبتين بيك. الله يسلمك. شن حالك؟ الحمد لله الحمد لله. باهي 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 الحمد لله. قلتك نعرفها انا قبل تحبها ديما قد قد. يا حاجة ما فيش حاجة اسمها قد قد. في قهوة مرة تستمتع بمرارتها وفي قهوة حلوة تستمتع بحلاوتها. انت خير ما شاء الله عليك. سامحيني يا حاجة نرتاح شوية بنحاول قدرتي. خذ راحتك. تعرف يا حاجة القدرة هذه ب 450 دينار من الجراب. تعيش وتشري. ميتها بالهني ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. على روحه. لا. ما يحسد المال الا اصحابه. بالك. صح صح. ها يا وداد وين القهوة؟ شديتي؟ هذا مش هو الفنجان تكسر لي فيا. الله عليك بيعه وخلاص من ديراني. خلاص يا حاجة تو نجيب لي خلينا نستهكى في نجيب. خلاص لا ياسر بتعب. خلاص صحيت. المهم يا لطفي تحفظ كويس. رانا وزعنا الدعاية وبطاقات الدعوة وانت العمود الفقري متاع العمل. لازم العمل هذا ينال استحسان الجمهور يا لطفي. ان شاء الله ان شاء الله اخوي سعيد والله العظيم رغم ان النفسيه يعلم بها ربي. اسمع ما نبيش نسمع الكلام هذا. انت توش تدير روح واستريح ولقانا في العرض ان شاء الله. العرض بعد غدوه لكن غدوه بروفات زي ما قلت بروفا جنرال غدوه. اكيد ان شاء الله. خلاص بعون الله. هاي مع بك. السلامه. سلام. زينه ما في حد متريح في هالدنيا. الرزازة بالبصلة وحامت الخروف والله ما يستاهل حتى شرمولة بو قهوة. حطي غاد ردي هاي الصينية في مكان. يا ماما فضل من الظهر وزايد لين قعد جامد. لما هو زايد كان انتي نيتك تو نسخنك وكولي صحتين. لك اللي بوك لا بري هوانا وكليه الطن والجبنة والدحي باش يعرف قيمة امك مالا كيف.
يطق القلب يطق يطق القلب دقات مليانة مليانة حب دقات مليانة مليانة حب دقت شوق ودقت غير دقت عاشق في حيرة دقت شوق ودقت غيرة دق ليه ودق الغيرة كل مرة نلقاه في درب كل مرة نلقاه في درب طبعي حبي